التحية، غير خاف أن على أحد منكم خطورة المرحلة الراهنة وما تمر بها سوريا من ظروف قاسية ستؤدي بما لا يدع مجالا للشك إلى تغيير جذري بمقومات الدولة وأركانها. وما تمر بها القضية الكردية بمرحلة حساسة ودقيقة سوف نتحمل جميع مسؤولياتها التاريخية. لذا علينا أن لا نرمي المستقبل كونه سيصبح شاهدا علينا. وحرصا منا نحن الحراك الشبابي الكردي على ضرورة توحيد خطابكم بعيدا عن الخلافات المنبوذة التي شتت شملكم وأراقت جفونكم.